الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. أتاتر الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما صليناه وما سلمناه وما مدهناه. هذه هدية منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومنجينا وآخذ أيدينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاءته يا أرحم الراحمين اللهم أوث الله وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرة البدريين واللهديين والخندقيين والتبوكيين والهنينين وسائر الصحابة كلهم أجمعين وإلى حضرة كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله السر العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تاج العاشقين السيد أحمد البدوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين الجستي اللجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جدي السيد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جدي السيد أحمد البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جدي تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أبي السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة من دفن في هذه القرية وفي هذه البلدة وسائر جميع المؤمنين والمؤمنات وسائر أهل الخير كلهم أجمعين اللهم بلغ منا إليهم أفضل السلام والتحية واجعلهم روحا وريحانا من عندك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم أن تغفر ذنوبنا وتشفي أمراضنا وتحسن أخلاقنا وتوسي أرزاقنا وتقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم بارك لنا وبارك في كل أمورنا وبارك في معاهدنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم طهر قلوبنا كما طهرت قلوب العارفين يا أرحم الراحمين اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلم إيماننا عند الموت اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا وأرضنا بما قسمت لنا اللهم اشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض من عاننا وعان معاهدنا يا شافي الأمراض اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم والتقوى وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنا وعن والدينا وعن أساتذتنا وعن أزواجنا وعن أولادنا وعن معاهدنا يا أرحم الراحمين
اللهم وفقنا وفق من أوصانا للحج حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرات بعد مرات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وجه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام لا سيما عند قبل أرواحنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجيراننا ولأزواجنا ولمن عاننا وعان مهاهدنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.